يا هلا ومرحبا بمتابعي صفحة اليوفنتوس، ارحب فيكم. يعني موضوع اليوم شلون الواحد يكون ناجح في حياته. بالنسبة لي انا اللي سويته في حياتي كلها ان انا سعيت ورا الشيء اللي ابي. من كنت صغيرة كنت افكر ان هذا المكان ابي اوصل له، او ان ابي اكون مذيعة ناجحة، وخليت هذا الشيء في بالي وسعيت له ليه وصلت له. فاذا انت تبي تكون ناجح في حياتك دائما اسعى وراء اللي تبي وتفائل، لان من تفائل بالخير وجد هذا الخير. فلا تتشائم ابدا واسعى وراء الشيء اللي انت تبي، لان صدقني الطاقة الايجابية اللي انت عندك اياها بتسحب لك هذا الشيء اللي انت تبي وبتحصل المرادك مثل ما يقولون. فدائما تفائلوا واسعوا ورا الشيء اللي تبونه، بتكونون من انجح الناس. تحياتي لكم.